الوطن. بالمشهد الميلادي شفنا شخصيات وحكينا عنها، بس كتار بيسألوا الثور، الحمار، الخراف ليش تواجدوا، مع أنه الكتاب المقدس وخاصة المشاهد الإنجيلية بالكتاب المقدس ما بتذكر الحيوانات اللي كانت متواجدة. بقلكن هذا المشهد، مشهد الحيوانات بالتدبير الإلهي، مأخوذ من سفر أشعيا، أشعيا الفصل الأول الآية 3 وأشعيا الفصل 7 الآية 11. هالنبوءة بتقول الثور عرف قانيه والحمار معلفة صاحبه، أما إسرائيل فلم يعرف وشعبي لم يفهم. أكيد أخوتي وقت اللي منحكي عن الحيوانات فينا نقول وكأنه أشعيا كان بده يقول رح يجي نهار ويتصرف الحيوان بغريزته بطريقة أفضل من الطريقة اللي عم بتصرف فيها الإنسان. هون بدي روح أنا وياكم إخوتي لرمزية الثور بالكتب الأسفار المقدسة. الثور يشير إلى الناموس، ذبائح العهد القديم كلكم بتعرفوا إن كانت تتقدم بهيكل أورشليم، واللي كانوا الثيران أو العجل، العجل المسمن بتتذكروا ابن الضال أشهرهم. بالتالي الثور أو العجل يشير إلى أمة اليهود المرتبطة ارتباط وثيق بالشريعة، شريعة موسى وذبائح الناموس. طيب إلى ما يشير الحمار؟ الحمار بالمشهد الأشعيوي يشير إلى الأمم أو الوثنيين اللي ما كانت تعرف الله، واللي ما كان عنده أي معلومة عنه، واللي كانوا سالكين في عبادة الأصنام وعمل الرجسات الكثيرة العالم الوثني، حيث إنه الحمار كان من الحيوانات النجسة والمحرم أكله حسب شريعة موسى بحسب سفر اللاويين الفصل 11. هذا الشيء بيقول إنه الحمير كانت من الحيوانات النجسة، ولكن تعوا تنشوف قديش كان حضور بالتدبير الإلهي مهم. ما تنسوا إنه الحمار هو اللي جاب العيلة المقدسة من الناصرة إلى بيت لحم، ومن بيت لحم إلى مصر، ومن مصر إلى الناصرة من جديد. وكمان ما تنسوا دخول يسوع، دخول الفاتحين إلى أورشليم لما كان عمره 33 سنة، وقت اللي كان يسوع فايت على مدينته المقدسة أورشليم السماوي. أورشليم اللي بيقول عنا يا قاتلة الأنبياء والمرسلين إليك. كيف فات على أورشليم؟ فات على حمار أو جحش ابن أتان. القديسي غريغوريوس النازيانزي بيقول الثور يشير إلى اليهود المرتبطين بالناموس، والحمار يشير إلى الأمم الرازحين تحت وطئة عبادة الأوثان، عبادة الأوثان. إخوتي مشان هيك السؤال اليوم المطروح علينا هون بختتم، أولكن الثور والحمار اللي عرفوا معلف سيدهم وقانيهم رح يخلينا أنا وإنتو تنخض قلوبنا ونيجي لعند الرب ونقول له نحن يا رب منعرف من أنت وما أنت، لذلك ما بحب يجي نهار إخوتي ويسوع المسيح ياخد جواب على سؤاله وهل إذا أتى ابن الإنسان سيجد على الأرض إيمانا؟ جوابي أنا وياكم نعم يا رب، تعال أيها السيد، تعال فقط طال انتظارنا.